السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. الله يديم عليك. شيخنا أنا ومعايا جماعة من صحابي بنلعب لعبة على النت بنجيب منها فلوس. من عبارة عن لعبة استراتيجية كده، بنجيب موارد ونبيعها لناس تانية ناخد منهم فلوس حقيقية. واللعبة حلال. بس الشركة المصنعة للعبة دي رافضة الكلام ده. فهذه الفلوس اللي بتجيبنا دي حلال ولا حرام؟ مش هي رافضة الشركة المصنعة رافضة؟ اه رافضة الكلام ده. خلاص احنا كنا بنوافق على قوانين في الأول النهاردة أول ما بنبدأ، ومن ضمنها إن احنا ما نبيعش أي حاجة وناخد فلوس حقيقية. والله إذا كانت الشركة مانعة على الأقل في شبهة ابتعد عنها. فيها شبهة. أيوه.